في أكتوبر 2018 أشارت وثيقة داخلية في وزارة الصحة إلى أن مشاكل الصحة النفسية تمثل تحدياً خطيراً للنظام الصحي، وأن الاضطرابات النفسية هي السبب الرئيسي للإعاقة. وأثبتت الوثيقة وجود صلة مباشرة بين زيادة الأمراض النفسية وإرث العقد الأسود في التسعينات. كما أشارت الوثيقة إلى أنه بالإضافة إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة، شهدت البلاد خلال التسعينات فترة من العنف المرتبط بالإرهاب، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا والاغتصاب والتشويه وغير ذلك من أعمال العنف الشديدة، معترفة بأن هذه الأحداث المؤلمة تحاكي فترة حرب تحرير عندما واجه السكان مجازر وفظائع أخرى لا تزال أثرها النفسية اللاحقة واضحة حتى اليوم. أثبتت الدراسات النتائج العلمية التي توصلت إليها هذه الوثيقة الداخلية لوزارة الصحة أنه أجري عام 1999 بالجزائر والمنطقة المحيطة بها، فتبين أن 37.4% من السكان يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، كما يعاني 22.7% من اضطرابات المزاج و23.3% من اضطرابات القلق، أما 8.7% فهم يعانون من اضطرابات الأشكال الجسدية، أي الاضطرابات النفسية التي من سماتها الرئيسية غلبة الأعراض الجسدية المصحوبة بضيق وعجز كبيرة. كما أن الأمراض النفسية هي أيضا من بين الأمراض المزمنة العشرة الأولى الموجودة في عينة الأشخاص في المسح الصحي الوطني الذي أجراه المعهد الوطني للصحة العامة في عام 2005. الدراسات أظهرت أيضاً أن عدد المصابين بالأمراض النفسية الذين يعيشون في المناطق الحضرية كان ضعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، وحسب السبب فقد احتل الاكتئاب المرتبة الأولى في توزيع عبء الاعتلال المرتبط بالاضطرابات العصبية والنفسية في عام 2004، يليه الفصام ثم الاضطرابات ثنائية القطب ثم الصرع الذي لا يزال عدد كبير من حالاته يعالج في مصالح الصحة العقلية في الجزائر. في عام 2017 سجلت الجزائر أكثر من 900,000 استشارة نفسية. في أكتوبر 2018 أي سنة بعد الإحصائيات، اعترف نائب مدير تعزيز الصحة النفسية بوزارة الصحة بأوجه القصور الصارخة في إدارة الاضطرابات النفسية في الجزائر، ولا يوجد سوى 20 مستشفى متخصص في الأمراض العقلية يسع إلى 6,000 سرير، لا يوجد سوى 900 متخصص في الصحة العقلية في الجزائر، وهو عدد غير كاف إلى حد كبير لتلبية احتياجات الجزائريين. كما اعترفت وزارة الصحة بمواجهتها لبعض الصعوبات في استقبال المرضى في الولايات الكبرى خاصة الجزائر العاصمة نظرا للأعداد الكبيرة المسجلة، وفي داخل البلاد تستنكر غياب التغطية النفسية المتخصصة في بعض الولايات، إضف إلى بعد المسافة عن الهياكل المتخصصة في الولايات الأخرى.